بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا اليوم هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية الذي يسبق يوم عرفة. استحب للحجاج أن يحرموا قبل الظهر في هذا اليوم، وأن يأتوا إلى منى وينزلوا فيها ويبيتوا فيها الليلة إن شاء الله، ثم في الصباح بعد صلاة الفجر يتوجهون إلى عرفة. فهذا اليوم له فضله، لأنه بداية أعمال الحج في لمن يريد استكمال الفضائل، يحرم بهذا اليوم ويأتي إلى منى وينزل فيها ويبيت فيها الليلة ليتوجه في صبيحتها إن شاء الله إلى عرفة، يكون محرما في هذا اليوم. هذا هو الأفضل، ولو لم يحرم إلا من الغد يذهب إلى عندما يذهب إلى عرفة يحرم هنا أو يحرم في عرفة، أنا باسم الأمر واسع في هذا، لكن الكلام على الفضيلة، والمسلم يبحث عن الفضيلة، لا سيما وأنه جاء من بلاد بعيدة يحتسب الأجر والثواب، فلا يترك شيئا من سنن الحج ومكملاته إلا ويفعلها إذا تمكن من ذلك، وإذا لم يفعلها فلا حرج عليه أن يحرم من الغد أو هنا أو في عرفة أو يحرم من بيته، لا حرج عليه أن يحرم من مكانه الذي هو قار فيه يتوجه إلى عرفة إن شاء الله. اشتغل الحاج بالتلبية من حين يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة وهو يشتغل بالتلبية بين فترة وأخرى، لأنها شعار المحرم. وأما غير المحرم فإنه يشتغل بالتكبير، لأن أيام العشر أيام التكبير والذكر لله عز وجل، لكنه إذا أحرم اشتغل بالتلبية لأنها شعار المحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة. كل هذا وقت للتلبية. المسلم تحرى الفضائل، تحرى الأجر، لا سيما في هذه الأيام والليالي وهذه الأمكنة الشريفة، الزمان فاضل والمكان فاضل، وهي فضائل مجتمعة، شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال وهو الإحرام وهو محرم. يستغل هذه الفضائل بطاعة الله عز وجل وذكره وشكره والدعاء، لأنها خزائن يملأها الإنسان بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى
ويجده عند الله مدخرا لا يضيع أبدا. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله جل وعلا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله سبحانه لا يضيع أجر العاملين ولو كان قليلا. فالمسلم لا يحرم نفسه ويضيع وقته فيما لا يفيده، بل ربما يشغله بما يضره. هذا لا يليق بالمسلم دائما وابدا، لا سيما في هذه الايام وهذه الامكنه العظيمه، وهو بحاجه الى الحسنات، بحاجه الى الطاعات احوج منه الى الطعام والشراب، واحوج منه الى اموال الدنيا كلها. هذا هو المال الصحيح، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فعلى المسلم أن يتذكر هذه الفضائل وهذه الخيرات وهذه الأمكنة والأزمنة الفاضلة فيحفظها فيما يفيده وينفعه يدخره الله له، ويضاعفه له أضعافا كثيرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة، يعني الذرة وإن تك حسنة يضاعفها، حسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فإن جاء نقص فإنه من قبل الإنسان نفسه، هو الذي ضيع نفسه وضيع أوقاته، وإلا فالله جل وعلا لا يضيع لهم شيئا، لا يضيع له شيئا من العمل الصالح، بل والعمل السيء أيضا يحفظه له عليه ويحاسبه يوم القيامة. فأنت محاسب ومسؤول عن عملك خيرا أو شرا، عليك أن تتنبأ لنفسك وأن تستعد للقاء الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: حياكم الله أيها الإخوة الحجاج، وتقبل الله منا ومنكم. أسألتكم نعرضها على سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حفظه الله. يقول السائل: بعض الحجاج يضطبع من بداية إحرامه حيث يكشف كتفه الأيمن إلى أن ينتهي من العمرة، هل فعلهم هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. الاضطباع في بداية طواف القدوم أو طواف العمرة
طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا يطوف طواف القدوم ويضطرب، وطواف العمرة إذا كان متمتعا. فإذا شرع في طواف أراد أن يشرع في طواف العمرة فإنه يضطبع بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيمن وعضده مكشوفين، ويكون كتفه الأيسر وذراعه مستورا بالإحرام. هذا الاطباع سمي اطباعا لأنه يخرج ضبعه، الضبع هو الكتف، هو الكتف. الاطباع معناه أن يخرج ضبعه ويكشفه، وهذا سنة إذا فعله في هجر واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تركه فلا حرج عليه، لكن تفوته السنة ويفوته أجرها. نعم. الله عليك. يقول السائل: إذا صلى الحاج غدا بعرفة الظهر والعصر جمعا، فهل يجوز له التنفل بعدهما أم أن بعدهما وقت نهي لأنه قد صلى العصر؟ الذي يقصر الصلاة لا يأتي بالنافلة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن ذلك قال: لو كنت مسبحا، يعني متنفلا، لا أتممت. لو كنت مسبحا لا أتممت. الله وضع عنك شطر الصلاة تخفيفا عنك، وأنت تأتي بعدها بنافلة، خفف على نفسك كما خفف الله عنك. إلا ركعتي الفجر، فإن ركعتي الفجر لا تترك حضرا ولا سفرا. والوتر، الوتر لا يترك لا في الحضر ولا في السفر. وركعة الفجر التي قبل صلاة الفجر أيضا لا تتركان لا سفرا ولا حضرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل لابد للحاج أن يذهب إلى جبل عرفة في يوم عرفة لأن بعض الحجاج يعتقد ذلك؟ أبدا لا أصل للذهاب للجبل ولا لصعوده ولا الدعاء عنده أو عليه، هذا كله لا أصل له. وإذا أراد أن يدعو لا يستقبل الجبل، يستقبل الكعبة، هي قبلة المسلمين في الدعاء وفي غيره من الأعمال الصالحة والصلاة وغيره. الذي يستقبل هو الكعبة في عرفة وفي غيرها، أما الجبل فلا، لا يستقبل ولا يصعد عليه ولا يذهب إليه. حتى لو وقف بعرفة وانصرف وهو لم ير الجبل فإن وقوفه تام صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم التلبية الجماعية حيث يقوم بها بعض الحجاج؟ لا تجوز الجماعية، لا تجوز، يجعلها من الأغاني والأناشيد. كل يلبي لنفسه، كل يلبي لنفسه، ولا يلبون جماعة، كما أنهم لا يكبرون جماعة. هذه أذكار يؤتى بها كما وردت، ولا نزيد عليها صفة أو عدد، أو كما وردت. ولم يرد أن الصحابة أنهم كانوا يلبون جماعة ويكبرون جماعة، لأنهم أخذوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن 3 أشخاص قدمنا من الرياض للعمل في مكة فترة الحج من 21 شوال إلى نهاية الحج، وأتينا إلى الحج ولم نحرم من الميقات، وبعد جلوسنا في مكة مدة 10 أيام نوينا العمرة، فهل يجوز لنا أن نحرم من الحل من التنعيم أو عرفة، أم لا بد أن نحرم من الميقات؟ إن كنتم يوم تقدمون من الرياض ناوين العمرة فلا بد أن تحرموا من الميقات، وهو السيل، هو ميقات الرياض
هو السيل الكبير. أما إن كنتم جئتم للعمل لا للعمرة، لكن تيسر لكم أن تعتمروا وأنتم في مكة، فإنكم تخرجون من الحرم وتحرمون من التنعيم أو من الجعران أو من الشميسي خارج الحرم. نعم. لأن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم حج من يتهاون بالصلاة فيصليها أحيانا ويتركها أحيانا؟ ليس له حج. الذي يتهاون بالصلاة ويتركها بعض الأحيان ليس له حج حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة آكد من الحج. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو مستعملة؟ لا بأس بذلك، أن يغير ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى جديدة أو مغسولة، لا بأس بذلك. نعم. الله عليكم. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ شعائر الله جميع العبادات وأمكنة العبادات. الشعائر تطلق على العبادات وتطلق على الأمكنة التي تفعل فيها العبادات، مثل عرفة ومزدلفة ومنى وأعظم ذلك المسجد الحرام. هذه شعائر الله عظمها الإنسان. الشعائر تكون زمانية وتكون مكانية. نعم. والشعائر في الأصل العلامات، فهذه الأمكنة علامات على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. الله عليكم. يقول السائل: هل من أشراط الساعة زوال جبال مكة؟ الجبال ما تزول إلا إذا قامت الساعة. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وإذا الجبال نسفت تطير الجبال تكون كالدخان بقدرة الله سبحانه وتعالى، تذوب، لأن الله خلقها أوتادا للأرض وقد انتهت مهمتها، فعند ذلك تزول الجبال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام 10 ذي الحجة؟ خصها بقيام لا، لكن الرسول كان يقوم دائما، يقوم من الليل تهجد دائما حتى في السفر، كان لا يترك التهجد ولو كان راكبا يتهجد على راحلته أينما توجهت به راحلته يصلي ولا يترك التهجد عليه الصلاة والسلام. نعم. الله عليكم. يقول السائل: أصاب إزاري بعض الشحوم نتيجة الاحتكاك بسيارات. أصاب إزاري بعض الشحوم نتيجة لاحتكاكي بسيارة وأنا في ميناء الآن، هل يلزمني تغيير الإحرام أم لا؟ اغسله يا أخي، اغسله ولا تغيره، اغسله وأزل ما أصابه من أوساخ أو من نجاسة ولا تغيره، ما يلزم. نعم. سلام الله عليكم. يقول السائل: من حج عن غيره فهل يدعو لمن حج عنه ولنفسه؟ نعم نعم، المنوب عنه له المناسك فقط، الوقوف بعرفة ونبيت بمزدلفة والطواف ورمي الجمرة والطواف والسعي، هذا عن المنوب عنه المناسك، وأما ما زاد عن المناسك فهو للنائب لنفسه، الصلاة في المشاعر والتهجد و غير والدعاء وكل هذا للشخص الذي قام به وليس للمنوب عنه. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: إذا لم يملك الحاج قيمة المال
المقدر والمعروف للهدي ما هي الأحكام التي تترتب عليه؟ إذا كان يلزمه الهدي لتمتع أو لقران أو هدي عن فعل محظور أو ترك واجب، فإنه إذا لم يقدر على ذبح الهدي يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، ويستحب أن يكون آخرها قبل يوم عرفة، وإذا جاء يوم عرفة وهو لم يصم فإنه يصوم بعد العيد، يصوم أيام التشريق 3 أيام، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران، يصومها في أيام التشريق. وأما غيره فلا يصوم أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. نعم. سأل الله عليكم، يقول السائل: هل النوم في مزدلفة جائز أم في منى لأن معه أطفال ونساء كبيرات في السن؟ المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، وأقله إلى نصف الليل، إذا انتصف الليل جاز له أن ينصرف هو ومن معه من الضعفاء والصغار، يجوز له أن ينصرف بعد منتصف الليل من مزدلفة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يتم التعجل من الحج وهل فيه إنقاص من الثواب كاملا؟ نعم. كيف يتم التعجل من الحج وهل فيه إنقاص من الثواب؟ إن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. عندك 3 أيام بعد العيد، اليوم 11 و12 و13، إن استكملتها ونفرت في اليوم 13 هذا أكمل وأحسن، وإن تعجلت فنفرت في اليوم 12 بعد رمي الجمرات بعد الظهر ورميت الجمار وخرجت من منى قبل غروب الشمس فأنت متعجل لا بأس، إن تعجل فلا إثم عليه، يعني اقتصر على 11 و12، لكن بشرط أن يرمي الجمار وأن يخرج من منى قبل غروب الشمس. نعم. إن الله عليكم، يقول السائل: كيف يتم التوكيل لرمي الجمرات لمن هو مسن ولا يقدر على الزحام؟ يوكل المسن والمريض والمرأة الذين لا يقدرون على الزحام أو يخاف عليهم، يوكلون من يرمي عنهم من الأقوياء. نعم. إن الله عليكم، يقول السائل: في حال حج الإفراد قمنا بعمل طواف الإفاضة فمال عن السعي وتأخيره ليكون مع طواف الإفاضة؟ المفرد عليه سعي واحد، عليه طواف واحد وسعي واحد، السعي هذا إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، مخير. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أنا أريد أن أعرف حدود منى، وهل العزيزية من حدود منى أم لا، لأن حملتنا ليس لها مخيم؟ العزيزية ليست من منى، منى لها حدود معروفة بالجبال، حدودها الجبال المحيطة بها، فوجوه الجبال من منى، وجوهها من منى، وأما ظهور الجبال فهي ليست من منى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: نويت التمتع وبعد العمرة تحلل ثم أحرمت مرة أخرى للحج، ولكن بدل ما أقول لبيك حجا نسيت وقلت لبيك عمرة، ثم بعدها عدلت وقلت لبيك حجا، لا بأس بذلك، الخطأ لا يؤاخذ عليه، إذا أخطأت تلفظت بتلبية قلت عمرة وأن تريد الحج لا يضر هذا. نعم. السلام عليكم،
يقول إذا كان الحاج مقيما في مكة وقام بالعمرة وحج مفردا فهل هذا أفضل؟ إذا كان مقيما بمكة وقام بعمرة فهل يكون مفردا أفضل له؟ إذا قام بعمرة يشهر الحج وحج من سنته فهو متمتع. إذا أدى العمرة في أشهر الحج بعد رمضان، يعني في شوال، في ذي القعدة، في أول ذي الحجة، ثم أتى بالحج وبدون سفر بينهما فهو متمتع. نعم. من الله عليك. نقول السؤال: هل يجوز تغيير النية من الإفراد إلى التمتع؟ نعم، تغيير النية من الإفراد أو من القران إلى التمتع أفضل، يعني يؤدي العمرة ويتحلل منها ويحرم بالحج فيأتي بعمرة منفردة وحج منفرد بينهما تحلل. نعم. من الله عليكم. يقول السائل: أنا مقيم بجدة وأحرمت ونويت الحج من جدة، ثم لبست الإحرام من جديد، فماذا علي؟ إيش؟ أنا مقيم بجدة وأحرمت ونويت الحج من جدة، ثم لبست المخيط، ثم بعد ذلك لبست الإحرام من جديد، فماذا علي؟ إن كنت جاهلا يوم تلبس المخيط وأنت محرم أو ناسيا تخلعه في الحال ولا شيء عليك وتلبس الإحرام. نعم. يقول السائل: والدتي عندي منذ 25 يوما، جاءت من مصر وهي معي في جدة ثم أحرمت من جدة، هل عليها شيء؟ نعم، جاية من مصر. والدتي عندي من 25 يوم، جاءت من مصر وهي معي ثم أحرمت من جدة. إذا كانت جاءت من مصر بنية الحج أو بنية العمرة فإنها ما تحرم من جدة، تحرم من ميقاتها المصر وهي الجحفة، تحرم من الجحفة ميقاتها المصر وأهل المغرب وأهل الشام، تحرم من الجحفة عند رابط، هذا ميقاتها المصر وغيره. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل لو رميت يوم العيد وذهبت إلى العمل في مكة هل علي شيء؟ النهار لعب ليس عليك شيء، لكن تأتي للمبيت في منى، تأتي للمبيت في منى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الإحرام من مسجد عائشة مع العلم أني مقيم بأقصى شمال المملكة؟ إذا كنت مقيم بمكة وأردت أن تعتمر فإنك لا تحرم من مكة، تخرج إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم، تحرم من التنعيم، تحرم من الجعرانة، تحرم من الشميسي خارج الحرم. الذي يحرم من مكة هو الذي يريد الحج، أما الذي يريد العمرة فلا يحرم بها من مكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تجاوزت الميقات بدون إحرام فماذا يلزمني؟ إذا كنت أحرمت بعد ما تعديت الميقات كن عليك فدية، وإذا لم تكن أحرمت ترجع إلى الميقات وتحرم منه وليس عليك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هل المتمتع يجزئه طواف وسعي العمرة؟ لا، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق؟ لا بأس بذلك، بل يجوز إلى آخر الشهر، لا مانع،
يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر ولا حد لآخره، كما طافه يجزيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من سكان جدة، العام الماضي كنت أحج لشخص متوفى، ودخلت مكة قبل الحج بأسبوع وأحرمت من مسجد عائشة، فهل علي شيء؟ إن كنت قدمت من جدة تريد الحج أو العمرة فلا يجزيك أن تحرم من مسجد عائشة من التنعيم، لأن ميقاتك جدة، تحرم من جدة ولا تؤخر الإحرام إلى ما تجي مكة وتطلع المسجد عائشة كما تسميه، ولا عائشة ليس لها مسجد لكن الناس سموه، إنما عائشة أحرمت من التنعيم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك مسجد في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يحج عن غيره يأخذ نفس الأجر أم ماذا؟ يكون المنوب عنه له المناسك، له المناسك، وأما غير المناسك من الصلاة والدعاء ونوافل العبادات فإنها لنفس الشخص الذي فعلها وليست للمنوب عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الإنابة في رمي جمرة العقبة؟ للعاجز يجوز جمرة العقبة وغيرها، ينيب من يرمي عنه، وأما القوي فلا ينيب، يرمي بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لم يستطع الحاج صوم 10 أيام مترتبة عن عدم وجود المال، فما الحكم في ذلك؟ 10 أيام مفرقة، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله أو في الطريق، يكون 10، ما يصوم 10 الجميع، بل يصوم 3 أيام في الحج، أما قبل يوم عرفة وإلا بعد يوم عرفة، حتى في أيام التشريق يصومها، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران، يستدرك 3 في الحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قبل ارتداء الإحرام قد نسي الحاج الغسل من الجنابة، فما حكم ذلك؟ الإحرام يصح ولو عليه جنابة، ولو الحائض تحرم، ما يشترط عقد الإحرام الطهارة، لكن الجنابة يغتسل عنها بعد ذلك وهو محرم ويتطهر من الجنابة وهو محرم، لا بأس. نعم. أما الإحرام هو صحيح. نعم. بسم الله عليكم. يقول السائل: هل نستطيع الذهاب إلى عرفة بعد صلاة العشاء أو قبل الفجر؟ متى ما تيسر لكم الذهاب إلى عرفة اذهبوا إليها. نعم. بسم الله عليكم. يقول السائل: ما هي الفدية في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام كلبس المخيط مثلا اضطرارا دون عمد؟ اضطرارا، إذا كان اضطرارا فليس فيه فدية، إذا كان مكرها أو جاهلا أو ناسيا ليس عليه فدية. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: العام الماضي بعد الحج لم أطف طواف الوداع. العام الماضي بعد الحج لم أطف طواف الوداع علما أني من سكان مكة وأحيانا أذهب إلى جدة وأرجع، فما الحكم في ذلك؟ إذا حججت وأردت الخروج من مكة إلى جدة أو إلى غيرها تطوف للوداع، فإذا تركته يكون عليك دم فدية بدل طواف الوداع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن في حملة أتت من جدة فجر اليوم على منى مباشرة ولم نطوف طواف القدوم، فهل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء، ليس عليكم شيء. نعم. يقول السائل: من هم أهل مكة؟ أي هل العاملون الأجانب من أهلها؟
أهل مكة هم المقيمون فيها، هم المقيمون فيها إقامة دائمة، أو المقيم فيها مدة طويلة وليس ولو لم يكن من أهل مكة، إذا أقام سنتين أو ثلاث سنين للعمل فيأخذ حكم أهل مكة. أما إذا كانت إقامته أقل من سنتين فإنه ليس له حكم أهل مكة. نعم. يقول السائل: أنا مقيم في مكة وقمت بعمرة قبل أشهر الحج، قبل ذلك فهل الحج مفردا؟ إن كانت العمرة قبل أشهر الحج يعني قبل شوال وأحرمت بالحج فأنت مفرد. إن الله عليكم. يقول السائل: أتيت من المدينة بنية الحج وتجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت من مكة. اصبر اصبر، نعم. أتيت من المدينة بنية الحج وتجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت من مكة، فماذا علي؟ كن عليك فدية. تجاوز الميقات بدون إحرام وأن تريد الحج أو العمرة يكون عليك فدية، ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء ولا تأكل منها شيئا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أنا مقيم بجدة وأحرمت من الجحفة وقدمت لمكة بعد الإحرام مباشرة، فهل علي شيء؟ أنا مقيم بجدة وأحرمت من الجحفة وقدمت مكة بعد الإحرام مباشرة، فهل علي شيء؟ محل إحرامك من جدة، من جدة نفس المسكن اللي أنت ساكن فيه، خروجك إلى الجحفة هذا زيادة ما لها داعي. نعم. لكنه ما يضر، الحمد لله إحرامك صحيح إن شاء الله. نعم. يقول السائل: ليس لنا مخيم بمنى وكلما جلسنا في مكان نعم. يقول السائل: ليس لنا مخيم بمنى وكلما جلسنا في مكان أقامونا منه، فماذا يكون علينا في أيام التشريق؟ إذا لم تتمكنوا من الجلوس ما هو بلازم تنزل بخيمك، تجي بالليل وتجلس في ميناء إلى منتصف الليل ثم ترجع إلى خيمك أو إلى جماعة. نعم. سن الله عليكم. يقول السائل: ما هي الفدية المقررة إذا دخلت مكة بدون إحرام وأحرمت بها وأنا من سكان جدة؟ فدية ذبح شات في مكة وتوزعها على الفقراء ولا تأكل منها شيئا، وإذا لم تقدر على ذبح الشات تصوم 10 أيام. نعم. أحسن الله عليكم. يقول سائل: إذا كان شخص لا يوجد عنده سكن في ميناء، فهل له أن يسكن مع أشخاص عندهم سكن في ميناء؟ لا بس، لو وجد في ميناء سواء في مسكن له أو مع الحجاج لا بس بذلك.